انا عندي نقطه هنا كابتن فتحي لو تسمح لي، لان كان معانا برضو امبارح كابتن ياسر او اول امبارح وهو كان بيتكلم عن نقطه الجماهير. هو له وجهه نظر مختلفه، هو بيرى ان الضغط الجماهيري المصري على ارضنا ربما يعمل انعكاس سلبي على الصعيد الاخر، وبيشوف النقيض هناك لو لعبنا مش هناك هيبقى فيه بتتفق مع ده؟ انا اختلف، بس هيك تتفق ولا بتشوفها لا ازاي؟ لا هي بتعتمد على اللعيبه، ما يأثرش على اي لعيب. هو في لعيبه بتتاثر بالايجاب وفي لعيبه بتتاثر بالسلب، فدي ما نقدرش ان احنا نحكم عليها حكم قاطع. بس دايما الجماهير بتاعتي بتبقى سند وظهر ليا وتشجيع ليا، من امتى الموضوع بيبقى كده يعني؟ هخرج منها بحاجه برضو، خليني انا يعني هتكلم كده، دايما بقول بارقام وبنقط. من كاس العالم 90 لكاس العالم 2018 عملوا احصائيه ان يشوفوا من 90 ل 2018، عملوا احصائيه ليه الفرق الكبيره في كاس العالم فرقه بتكسب فرقه اللي بيلعبوا نهائي، ليه الفرقه دي بتكسب الفرقه دي؟ الفرقه دي عندها احسن اعداد نفسي واحسن اعداد بدني واحسن اعداد مهاري واحسن اعداد خططي، وعندهم مدربين كويسين، والفرقه الثانيه نفس القصه. طب ايه اللي بيفصل بيخلي ودولت عندهم لعيبه مهاريين ودولت عندهم لعيبه مهاريين؟ طب ليه؟ وعندهم خبرات وده عندهم خبرات. اللي بيفرق هنا ايه؟ لقوا ان 50% اللي هي اللياقه الناحيه البدنيه والناحيه المهاريه والناحيه الخططيه دي 50%. تقول لي ال 50% الثانيه ايه؟ اقول لك الروح القتاليه. الفايت سبيريت. فحرج بقى للنقطه بقى اللي بنقول عليها للجماهير تاثر ولا لا. لو لعيبه مصر الفايت سبيريت او الروح القتاليه عندهم عاليه جدا هتعوض كتير، واللي بيساعد وبيشعل الروح القتاليه الجماهير. بس